العهد. ماله العهد؟ ماله؟ انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين؟ مين؟ اللي معاه العهد يجي يحاسبني. بلعب شخصية ريا، واحدة من 18 شخصية رئيسية، كلهم عندهم نفس المساحة في المسلسل ده. ريا هي كبيرة كفر النسوان، أحد الثلاث كفور الأساسية اللي بتدور فيها أحداث المسلسل. ريا عندها مشكلة كبيرة قوي من طفولتها، إن أمها تعرضت للظلم، وأختها تعرضت للظلم، وهي تعرضت للظلم، فتعود إلى كفر النسوان لتنتقم من أبوها اللي هو ظلمهم. وخلال عشان تحقق ده بتقتل أبوها وبتسيطر على الكفر ده، وبتقرر إنها تخلص على كل الرجال الموجودين. من هنا بتبتدئ قصتها، وبنشوف صراعها على السلطة وصراعها مع مستقبلها، وإزاي عايزة تجيب ولد عشان يحكم من بعدها الكفر ده، وصراعتها مع بقية الكفور والشخصيات التانية في المسلسل. لا ما أظنش إن الرجالة هتكرهني، عشان هو يعني ده خط من يعني لاير من المستويات الكتيرة اللي الشخصية دي بتتحط فيها، وعندها أسبابها الكتيرة من وجهة نظرها. أنا بحب كل شخصية ألعبها أدافع عنها وألاقي لها مبرراتها، فما بحبش الشخصيات إنها ببساطة كده تتصنف إنها دي شريرة ودي حلوة ودي بتدافع عن الحق. كل حد في الدنيا عنده مبررات، ولما بيعمل حاجة بيعملها أو حاجة بيرتكبها. ورايا زي ما أنا شايفاها عندها أزماتها في ماضيها اللي بتخليها تبقى شخصية قاسية يعني بالشكل ده. النص أصلا مختلف، والشخصيات كلهم مختلفين، ومش شبه أي حاجة أنا لعبتها، ومتطرفة جدا، وبتختار اختيارات مختلفة عن الحاجات اللي ممكن البشر العاديين يعملوها. فده صعوبة عشان ما يطلعش أوفر، صعوبة وانت بتتناوله ازاي وبتعمله ازاي وبتحققه ازاي وبتوصله ازاي، بتقربه لنفسك ازاي عشان تقدر تتبناه وتلعبه. حتى تخرج من نسلهم امرأة، الوقت اللي نزود عليه عشان نحكم، كتب عليها ان تسعى في الارض فسادا.